بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما بدأ الجلسة سيد مدير جلستنا هذه أشار أن موضوع الجلسة بيان مسؤولية المسلمين تجاه تحديات العصر. وأنا أقول أن الدين الإسلامي الحنيف جاء ليبين للناس مسؤوليتهم في كل شيء. مسؤولية الشخص المسلم أمام ربه تعالى، أمام نبيه صلى الله عليه وسلم، أمام قرآنه ودينه وشعبه ومجتمعه. كل مسلم مكلف عليه مسؤوليات كبرى لا بد أن يؤديها حتى يكون مسلما حقا وينال سعادة الدنيا والآخرة. أن هذه المسؤوليات لابد نحن أن نفهمها، ومن أجل هذا يجب على كل مسلم أن يتعلم دينه كما ينبغي لكي يعرف مسؤوليته، لكي يعرف كيف يعيش، لكي يعرف كيف يعبد ربه، لكي يعرف كيف يتعامل مع أخيه مسلم وغير مسلم، وإلى آخر ذلك من الأمور. تحديات العصر كثيرة جدا، ومن أهم تحديات هذه الأيام الإرهاب والتطرف. ومن أجل ذلك كل مسلم ينبغي عليه أن يعرف مسؤوليته في مواجهة التطرف والإرهاب. هذا مهم جدا. قيل أن الإرهاب والتطرف ليس له الدين ولا قومية ولا وطن. هذا صحيح. عندنا نحن مسلمين في التطرف في الإرهابيون، عند النصارى، عند اليهود، أو عند غيرهم، حتى من لا دين له عندهم أذن في التطرف والإرهاب. ولكن مع الأسف الشديد أيامنا هذه كلام عن التطرف والإرهاب كثر عند المسلمين. ولهذا نحن مسلمين لابد أن نفهم مسؤوليتنا أمام هذه القضية، وأن نتعاون حتى نقضي عليها. وأنا أريد في هذه الدقائق القليلة أن أتبادل معكم الفكر على حسب تجربتنا المتواضعة. نحن نعرف جيدا في عهد الاتحاد السوفيتي النظام الشيوعي منع الدين كاملا. خلال 70-80 سنة أباد كل شيء، خصوصا عندنا نحن المسلمين وغير المسلمين. أحرقوا كتبنا، هدموا مساجدنا، مدارسنا، ومنعوا تعليم الدين بتاتا. عند سقوط الاتحاد السوفيتي كان مؤسستان للتعليم الديني للمسلمين فقط في بخارى في طشقند. في بخارى 40 دارس، في طشقند 50. هذا للاتحاد السوفيتي كله. في هذه الآونة سقطت الشيوعية والاتحاد السوفيتي وتحررت البلاد، وناس يريد أن يتعلم دينه وعندهم رغبة قوية جدا، ولكن لا يوجد من يعلمهم دينهم. في هذه الآونة وصل الناس من خارج الاتحاد السوفيتي أوطاننا، وجاءوا بأفكارهم بكل مشاكلهم أيضا، وبدأت هناك
تنبت نباتات التطرف والإرهاب والتكفير والتفجير وإلى آخر ذلك من الأمور. عندما حدثت تفجيرات في أوزبكستان عاصمة طاشقند، ثم مقاومة مسلحة ضد الحكومة وغير ذلك، أنا كنت خارج البلد. علماء بيّنوا وأننا تشاورنا مع العلماء، قالوا لابد أن تتخذ إجراءات لأن موقف خطير جدا. عندما رجعت أول ما فعلت ألفت كتاب اسمه عن الاختلافات بين المسلمين. عندما بينا الاختلافات وأسبابها وما يؤدي هذه الأمور، ناس بدأوا تفهم. بعض الناس اتصلوا بي قال يا شيخ لو كتبت هذا الكتاب 10 سنين من قبل كان أحسن إلى آخر ذلك من الأمور. ثم بدأنا نعلم الناس الدين الحنيف على مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الحنفي الفقهي لنوحد صفوفهم. الحمد لله نجحت المحاولة. ويوما من الأيام زارني في بيتي مسؤول كبير من وزارة الداخلية، هو مسؤول عن الإرهاب. قال أنا جئت إليك بطلب. طيب ما هو الطلب؟ أرجوك أن تكتب كتاب عن حزب التحرير، لأن هذا الحزب دخل فيه كثير من الشباب وأنا من عدة سنوات أسجنهم. ويقول شباب 17 سنة 18 سنة 19، أنا مع الرجال أخذهم أسجنهم، أنا لا أريد هذا. هؤلاء الشباب أن عليهم أن يعيشوا أحرار، أن يكونوا مسلمين المخلصين، ولكن الحالة هذه، ولهذا أريد منك تساعدني. أنا كلمته ولكن قال هو لا، أنا لا أخرج من بيتك حتى تؤتي لي موعدا متى تتم هذا الكتاب. أنا اضطررت أن أجيب عليه الحمد لله، ثم كتبت كتاب اسمه الدين نصيحة. في جميع كتبنا ما شتمنا أحد، ما كفرنا أحد، ما فسقنا أحد، كلنا إخوة. بعضنا فهمنا فهما صحيحا وبعض الآخر لم يفهم. على هذا المنوال الحمد لله هذه الكتب والمواعظ وإلى آخر ذلك استفادت ناس كانت تقرأ هذه الكتب في السجون، يفهم هذا الخطر ويكتب العذر للحكومة ويطلق سراحهم. كثير منهم بعدما خرجوا قبل بيتهم جاءوا إلى بيتي أنا يشكرون. وبعض رجال الشرطة أيضا بدأوا قبل مثلا سؤال أو بحث إلى آخر ذلك يقدمون لهؤلاء الشباب هذا الكتاب، يقول اقرأ هذا الكتاب، إذا كان بعد هذا عندك ملاحظة سوف نستمر. هم يقرؤون ويعتذرون ويتركون الإرهاب والتفرق. بهذه الطريقة الحمد لله نحن ثم فكرنا أن نرفع مستوى الثقافي الإسلامي لدى الشعب، لأن المكتبة الإسلامية معدومة، لم تبقى أي شيء، أي كتاب. ثم بدل الحرف أيضا، حروف العربية لم تبقى عندنا، أي كتاب ما كان يوجد. ولهذا نحن سعينا أن نقيم أو نجدد بالحروف الحالية المكتبة الإسلامية بأكملها. الحمد لله أيام هذه نحن وصلنا إلى مرحلة أن في كل علم من علوم الإسلامية لدينا كتاب أو كتابين، ناس تقرأ وقراءتهم مفيدة جدا. كذلك استعملنا أسلوب الوعظ والإرشاد، استعملنا إنترنت بأكثر ما يمكن بقدر استطاعتنا والتسجيلات وغير ذلك من الأمور. الحمد لله اليوم في أوزبكستان لا يوجد هذه المشاكل، وجمهوريات المجاورة أيضا قرغيزستان طاجكستان قزاقستان يستفيدون من كتبنا وعندهم أيضا تحسنت الأحوال نوعا ما. ثم اتصل بمجموعة من الشباب الذين يعيشون في روسيا، هم
أنفسهم أوزبك ولكن عملهم في روسيا. هم قالوا شيخ لابد أن نترجم كتبك إلى اللغة الروسية لأن اللغة هذه اللغة العالمية وتقرأ فيها الناس كثيرين، ولا نرى نحن في روسيا كتب مثل كتبك لتعالج المشاكل. الحمد لله هنا سجلنا دار النشر وترجمنا بعض الكتب، ونريد إن شاء الله أن نتعاون في هذا الباب. أستاذ الشيخ راوي عين الدين أول من ساعدنا في هذه الأمور، وإن شاء الله في المستقبل أيضا نريد أن يكون جهودنا مثمرة والناس يعني نشعر مسؤوليتنا أمام الله، أمام ديننا، أمام المسلمين وأمام المجتمع العالمي، أن كل مسلم لا بد أن يعرف دينه كما ينبغي على طريقة صحيحة. إذا كان الشخص المسلم مسلما حقيقيا هذا خير له وخير لأسرته وخير لمجتمعه وخير للعالم كله. إذا كان المسلم لا يفهم دينه كما ينبغي وعنده فهم خاطئ هذا شر له، شر لأسرته، شر لمجتمعه، وشر للعالم بأجمعه. هذه المسؤولية لابد أن نفهم نحن المسلمين بكل ما نستطيع، ونسعى أن نرفع مستوانا الثقافي الإسلامي. كل واحد منا شباب وغيرهم أن يتعلموا عليهم دينهم كما ينبغي، وأن يكون مسلمين المخلصين، وأن يعيشوا مع الجميع في الحب والصداقة والتعاون. أنا أعتقد أن هذا المنتدى يعتبر مرحلة جيدة جدا لكي نجمع أفكارنا، نتبادل بآرائنا، ونخطط إلى المستقبل تخطيطات جيدة. وبهذه المناسبة أنا أريد أن أقول اليوم نحن عقدنا وبدأنا في أعمال المنتدى العاشر. هذا المنتدى عمل أشياء كثيرة، ولكن أنا أقترح أن يكون لهذا المنتدى الإدارة مستمرة، أمانة العامة أو غير ذلك، يعني هو شغله يكون على الدوام. مؤتمر العام يجتمع ويفترق، ولكن هناك لجنة مخصصة تجتمع دائما وتتابع كيف تطبق قرارات هذا المؤتمر في مجتمعاتنا جميعا، وتجري اتصالات مع الأعضاء، تسأل ماذا فعلوا وماذا يقترحون وغير ذلك من الأمور. هذا العمل أنا أعتقد يكون مفيدا لنا جميعا، لنا مسلمين ولغير المسلمين أيضا. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.